للاطلاع أيضا على تطورات الوضع في ريف حماة، ينضم إلينا مراسلنا هناك عدي سطوف. عدي، أرحب بك. القصف بالأسلحة المحرمة دوليا الذي استهدف ريف حماة الشمالية، كيف كان أثره ونتائجه؟ نعم، مساء الخير مملكة مساء ولي النور. السادة المشاهدين مشاهدي قناة دار الإيمان. في الحقيقة مؤمن حملة شرسة يشنها طيران النظام الحربي والمروحي، واليوم بالذات شن الطائرات النظام الحربية والمروحية بالإضافة إلى الطيران الروسي السوخوي، قام باستهداف معظم مدن وبلدات ريف حماة بشتى أنواع الأسلحة، ومن أهمها الأسلحة المحرمة دوليا، منها الفوسفور الأبيض بالإضافة إلى القنابل العنقودية المحرمة دوليا. أيضا الآن تدور اشتباكات بالنسبة للاشتباكات تدور الآن اشتباكات عنيفة جدا بين قوات النظام وبين الجيش السوري الحر على جبهات مدينة معردس، بعد تقدم قوات النظام قليلا باتجاه تلك البلدة. منذ قليل قام الثوار بتدمير دبابتين ومدفع 57 وعربة BMP على هذه الجبهة. هلع كبير بالنسبة لقوات النظام، ردوا على هذه الاستهدافات وعلى هذه العمليات التي يخوضها الثوار والفصائل الأخرى في ريف حماة الشمالي، ردوا باستهداف القرى الآمنة والمدنيين الآمنين في ريف حماة الشمالي. في الحقيقة وهناك تخوف كبير من قبل المدنيين والجهات المعنية، الدفاع المدني والمراكز الصحية، تخوف كبير من ارتكاب النظام مجزرة بحق المدنيين كما فعل في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. نعم، بالنسبة لتطورات الأوضاع بالنسبة للنازحين من ريف حماة الشمالي أو من ريف إدلب أيضا. نعم، في الحقيقة مؤمن كما قلت لك هناك تخوف كبير بالنسبة للمدنيين من ارتكاب النظام المجزرة، مما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بالنسبة لمدن وبلدات ريف حماة الشمالي وبالنسبة إلى مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي. في الحقيقة منذ قليل تجولنا في مدينة خان شيخون، مدينة خان شيخون خاوية على عروشها، لم تكن كما كانت مثل قبل، هي خالية يعني نسبيا من السكان بالإضافة إلى المدن والبلدات أيضا المحيطة بمدينة خان شيخون والمدن والبلدات في ريف حماة الشمالي، شبه خالية من السكان بسبب تخوف كبير من المدنيين لقيام النظام باستهداف المدن والبلدات وارتكاب مجزرة أخرى بحق المدنيين بغازات السارين أو غازات الكلور أو الكيماوي بشكل عام. نعم، يعني نعم. هلع كبير بالنسبة للمدنيين من هذا الموضوع، وهناك حركة نزوح في الحقيقة يعني كبيرة في هذه المدن والبلدات باتجاه إدلب، مدينة إدلب وريف إدلب نعم. الشمالي. شكرا جزيلا لك عدي سطوف، مراسل قناة دار الإيمان في ريف حماة.